لابد ان تكون لنا زيارات لمعالم اشرف والمكتب المطاري التي نحن كان زيارة موظفين او في بعض المشاريع التي تم، ولكن يمكن ان نقوم به هو ان نحن نكون في الشاطئات من عجاج، ونحن الماضي قمنا بمهرجان سياحي سانحة طيبة ان نلتقي من الناس الوصلاء لرفيع المستوى الذي إعلاميا بالبلديات سيد يوسف العريبي مدير الإدارة، من أعين المسؤولين واهتمامات الدولة الرسمية سواء في الفترات المهمة، فنحن إن شاء الله نسعى وقاعد في المزارع وفي المخططات السكنية وعاد شكون إن شاء الله. كان عدد المنظمات الأجنبية مسجلة في المفوضية 68، ذلك في إطار الاطلاع على المشهد الثقافي للمدينة ومحاولة الرفع من مستوى العمل الثقافي والإعلامي بها، وللتأسيس لتوطين مهرجان شخر الثقافي الذي سيقام إن شاء الله في شهر 10 من هذا العام. لما طبعا في برامج مباشرة في برامج مسجلة. عمل هذه القناة ودعم كان معرفة حتى أنا تنقص عليهم حتى هم المكتب.